ما زالت تتواصل أعمال ملتقى اللجنة الفنية المشتركة ما بين الوزارات لدعم الإصلاح المؤسسي من أجل اعتماد التقرير النهائي، حيث ترأس جلسة المناقشات الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح ورئيس اللجنة الفنية الدكتور عبد الله صابر فضل. تقرير هارون أبادم. لفتح آفاق أوسع ووضع ضوابط كفيلة لتعزيز البناء الديمقراطي، فإن المشاركين في ملتقى اعتماد تقرير اللجنة الفنية المشتركة ما بين الوزارات لدعم الإصلاح المؤسسي ناقشوا عدة نقاط محورية، وهي إرساء دعائم السلام وترسيخ الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار وفرض مبادئ الحكم الرشيد في ظل دولة القانون بهدف التوصل إلى التراضي بين جميع فئات المجتمع الشادي. وتطرق البعض إلى مدة الولاية الرئاسية، حيث كان المقترح السائد هو 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأيضا فترة ولاية البرلمان. وقد وصف بعض المتداخلين وجود البرلمان بغير الشرعي، وذلك بسبب نهاية المدة المحددة لعملهم، إلا أن الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح رئيس اللجنة الفنية دكتور عبد الله صابر فضل أوضح أن التحديات الاقتصادية المتمثلة في الأزمة المالية حالت دون تنظيم انتخابات تشريعية في الفترة المحددة لهذا الإجراء. ومن أهم المواضيع التي طرحت خلال عمل الجلسة هي ميزانية إصلاح مؤسسات الدولة والتي قدرت بأكثر من 600 مليار بالإضافة إلى الجدول الزمني والذي ربما يصل إلى 6 أو 7 سنوات، وأن اللجنة الفنية ستدون كل الملاحظات والمقترحات لرصدها في التقرير النهائي والذي سيكون إطارا مرجعيا لمنتدى الإصلاح الشامل. تم اختيار سفير تشاد في دولة جنوب إفريقيا أحمد عوض ساكن ممثلا دائما للاتحاد الإفريقي لدى الاتحاد الأوروبي. حول هذا الاختيار فقد تحدث أحمد عوض ساكن للزميل خليل حسن صالح بهذا الحديث. هذه فرصة عظيمة وشعورية، شعور تشادية لي أددني هذا الفرصة لنمثل أفريقيا في الاتحاد الأوروبي. زي ما أنتم تعرفوا أنا بديت العمل بمساندة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، هو أداني الصيغة. أولا كنت وزير، بعد كنت وزير، كنت في المحكمة العليا، بعد كنت في الدبلوماسية في بروكسل، كنت في الاتحاد الأفريقي. اختيار الرئيس المفوضية الأفريقي موسى فكي محمد أيناني وينت في منصب، أنا ممثل دائم أنا الاتحاد الأفريقي في الاتحاد الأوروبي، نو فيها مشاريع كبرى. وشات تستفيد بشنو؟ شات أفريقيا تستفيد من شغل ده، ما خلت شات كل استفادت، يعني كدولة عضو أنا الاتحاد الأفريقي، شاد هي بتان عضو في مجلس السلم عن الاتحاد الافريقي، نحن ممثلين شاد نخدم لافريقيا، ان خدمنا لافريقيا كل الدول الافريقيه من ضمنهم شاد تستفيد. السفير احمد عوض ساكن عن اهميه علاقه الاتحاد الاوروبي بالاتحاد الافريقي. وكما تعلمون العلاقه بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي علاقه قديمه، عندنا هو مسلو أكورد كوتونو، فيها مشاريع مثلا مشاريع تقدم، مشاريع تنمية، مشاريع مثلا من نهاية الانتجراسيون مثلا تجارة، مثلا عندنا الثقافة، عندنا الهجرة، عندنا مشكلة الأمن. دي هي مشاريع كبرى بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي، ده مشروع كبير. ومشروع عن الهجره، يعني ندرس كيف مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الاوروبي شنو الاسباب التسيء، هو الشبان ده كله كالشباب ده كله يمشي يهادين بموت في الصحراء وهادين في البحر في الميديتراني ماشيين بفتشوا امل، نفتش السبب هو شنو. وده في قمه كانت في فاليتا، الرؤساء كلموا وقالوا الشغل بالي جينا له حالة نفتشوا حالة الحق هذا، ونشوفوا مشاريع عشان نقدر ننظم الشباب ده ما يمشي ويمشي يورط نفسه في الصحراء ومثلا في وانا تشادي، انا تشادي وافريقي،
يعني نادي ممثل الاتحاد الافريقي في بروكسل، يعني ممثل ويتكلم بكل الدول الافريقيه، وشاد بصفتها دوله عضو للاتحاد الافريقي، هي دائما حاضره في الاجتماعات زي ما لاحظتوا، كل ما قمة تشوف رئيس الجمهورية بحضر. نظمت المنسقية العامة لمكاتب المساندة لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الام بي اس بإقليم قراء احتفالا بمناسبة نجاح الطاولة المستديرة في باريس لحشد الموارد لصالح الخطة الوطنية للتنمية من 2017 إلى 2023. تقرير محمد عثمان بشير. بعد جولة داخل مدينة مونغو حاضرة إقليم قراء، نظمت المنسقية العامة لمكاتب المساندة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم قراء هذا الاحتفال الشعبي الذي حضره حاكم إقليم قراء بهدف تأييد ومساندة الحكومة التي على رأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ على نجاح الطاولة المستديرة التي انعقدت في باريس. وكذا سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير على تنظيمها القافلة الطبية لعلاج مرضى العيون التي كانت بمدينة مونغو. المنسق العام لمنسقية مكاتب المساندة للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم قراء مؤمن جمعة دعا خلال كلمته الجميع إلى الوحدة والعمل من أجل نهضة البلاد، كما قدم عضو المكتب الوطني للإنقاذ محمد جبريل جار النبي كلمة أشاد فيها بالدور الذي قام به رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في السعي من أجل النهوض بالبلاد نحو التنمية، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن الأهداف التي وضعها الحزب في تقدم والتنمية البلاد.